بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نفسي ثناء عليك، انت كما اثنيت على نفسك فلك الحمد اتى ترضى. اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم صل صلاه كامله وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به العقد وتمرج به القرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب ويحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه بكل لمه ونفس بعد كل معلوم لك. اللهم اوصل مسر سما بما قريناه وما صليناه هذه هدية باصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أهله وأولاده وأزواجه وذرياته وإلى بيته أجمعين وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين وإلى حضرات البدريين والعذيين وسائر الصحابة كلهم أجمعين رضوان الله تعالى عن كل واحد منهم وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وسائر أقربائنا كلهم عما إنك على كل شيء قدير وإلى حضرة روح من معطوا منا ومن أقربائنا كلهم خاصة وإلى حضرة روح خواص في عبادك خاصة وإلى حضرة روح من دفن في هذا المقبرة خاصة وإلى حضرة الروح تاج العلوم قدس الله سره الذي سيد عبد الرحمن البخاري قدس الله سره الذي خاصة وإلى حضرة الروح صاحب المقامات والكرامات السيد محمد الشريف المدني قدس الله سره الذي وإلى حضرة الروح غوث الأعظم سلطان محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الذي وإلى حضرة روح السلطان العارفين السيد أحمد الكبير رفاعي قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة روح شعب الأميد الناوري قدس الله سره اللذيذ وإلى حضرة روح ذابط الحكيم وإلى حضرة روح من معطوا منا ومن أقربائنا كلهم خاصة وإلى حضرة روح السيد أحمد البخاري قدس الله سره اللذيذ اللهم انفعنا بعلومهم وبركاتهم وأسرارهم وفتواتهم بالدين والدنيا والآخرة اللهم زد لهم فضلا على فضلهم وشرفا على شرفهم وكرامة على كرامتهم رضيك اللهم إنك تعلم ذنوبنا فاغفرها وتعلم عيوبنا فاسترها وتعلم حوائجنا فقضها وتعلم حوائج من أوصانا بالدعاء فقضها وتعلم أمراضنا الظاهرية والباطنية والجسمانية والروحانية فاشفها وتعلم أمراض مرضانا فاشفها وتعلم ديوننا فأدها يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبورنا وقبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورنا وقبورهم مفرة من نفر النيران اللهم أنس عشتهم ونفس قربتهم ونفر محلتهم وفر زلتهم ورفع درجتهم وكلنا ولهم مليا وبنا بهم مفيا اللهم اجمع بيننا وبينهم في دار جناتك النعيم اللهم اصل مرادنا واقضي حوائجنا واشف امراضنا وادفع عنا برياتنا
وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وتمسنا وجوه أعدائنا وامسقهم ولا مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اشف أمراضنا وأمراض أهلنا وأولادنا وإخوتنا وأخواتنا وأولاد إخوتنا وأخواتنا وأمراض من أوصانا وأمراض مرضانا فاشفيها يا شافي الأمراض بجاه شفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبيقيا ولا شرفاء المذكورين وبحرمة هذا المجلس المبارك العظيم. اللهم احفظنا واهلنا واولادنا واموالنا ومن اعاننا ومن اوصانا بالدعاء من كيد الكائدين وسير الساهرين وعين العينين ويسد الحاسدين ومن شر السرقه والفسقه والظلمه والغصبه ومن شر الظهيرين ومن شر الكفار ومن كل افه ومصيبه وعله ومرض بجاه شفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبيقيا ولا يشرفا المذكورين. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كلها وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا وعليهم وعلى هؤلاء فتحا غريبا يا فتاح يا عليم بكل أمورنا وأمورهم. اللهم بارك لنا ولهم بكل كسبنا وكسبهم وسفرنا وسفرهم وعذرنا وعذرهم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا تقبل منا دعائنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بيا سبحانك اللهم تحيتهم بيا سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.